للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، انطلاق اجتماعات تحضيرية بين مصر وجنوب السودان على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كيف ترى أفاق هذا التعاون بين جنوب السودان ومصر؟ مصر الحقيقة تهتم جدا بجنوب السودان بصفة ليس من الآن فقط، ولكن منذ أن تم الاتفاق في يناير 2011 واستقرت دولة السودان وأعلن استقلالها بعد 6 أشهر، وأصبحت دولة تعترف بها مصر، وأنشأت أول قنصلية أنشأت في دولة جنوب السودان في جوبا العاصمة هي القنصلية المصرية. فهو هناك اهتمام أساسي بين مصر وجنوب السودان، والنواحي المختلفة وخاصة النواحي الزراعية ومسائل المياه والطاقة والكهرباء والصحة أساس مهم جدا في العلاقة بين مصر والسودان. نعم. تأثير هذه العلاقات القوية ما بين مصر وجنوب السودان لما هو قادم في مستقبل، سواء ملف مياه النيل وأمن الموارد الخاصة بمصر ومخصصات المياه المتجهة إليها، وأيضا المجالات التي تحدثت بها. في لجنة خاصة بين مصر والسودان بشأن المياه، وتؤدي اجتماعاتها بانتظام، ودولة جنوب السودان دولة متفهمة جدا للموقف المصري من المياه، ويأتي من جنوب السودان النيل الأبيض الذي ينبع من أوغندا أصل المنبع، والتفاهم هام جدا بين مصر وجنوب السودان، وتقدم مصر يعني تعاون صحي مهم جدا موجود في عدد من العيادات التي تباشر عملها في العاصمة جوبا وبعض المدن الأخرى في جنوب السودان. والمسألة واضحة جدا من اهتمام مصر بدولة جنوب السودان كدولة وليدة تحتاج لأشياء كثيرة للنهضة في هذه البلد. نعم، أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق.